السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا شباب؟ يا رب دايما كده تكونوا بصحة وبخير وبسلام. النهاردة هنغير الموضوع خالص وهنروح للطلب اللي انتوا طلبتوه مني آخر مرة، وهي شركات الفوركس اللي احنا نقدر نعمل عليها حساب تداول اجتماعي او نسخ للصفقات. نسخ الصفقات اللي هو احنا ما بنعرفش نتداول، هنحط فلوس مع الناس المتداولين او اللي عندهم خبرة في التداول وهم يتداولونا واحنا ناخد المكسب او الخسارة. اولا النهاردة هنتكلم عن شركة من اكبر الشركات، والفترة او ان شاء الله الفيديو الجاي او الفيديوهات الجاية هيكون معانا شركة اكسنس برضو، شركة فوركس تايم النهاردة هنتكلم عنها اللي هي FXTM. هي شركة او واحدة من الشركات الكبيرة اللي تم تأسيسها 2012 في دولة قبرص، حاصلة على مجموعة من التراخيص من هيئات رقابية معروفة وعالمية، منها اللي زي الـ FCA والـ MIFD والسايسك. بتقدم منصات الميتا تريدر 4 و5، لا يوجد اي عمولة على الايداع والسحب. بتقدم حسابات ECN و ECN 0 وستاندر. من اكتر الشركات اللي فيها السبريد ثابت لحد ما ومنخفض. الشركة مميزة جدا من حيث التعامل، التوثيق والايداع والسحب سريع جدا، وسائل الدفع والسحب فيزا، بيرفكت موني، سكريل، نيتلر. الدعم الفني في الشركة بصراحة ممتاز جدا وسريع في التعامل، وبتقدم كمان دروس تعليمية للمبتدئين. وهنا التراخيص بتاعت الشركة، وكمان ما ننساش حاجة مهمة جدا، التحذير بشأن المخاطر. ينطوي تداول الفوركس والأدوات المالية المعتمدة على الرفاعة المالية على مخاطر قد تؤدي إلى خسارة رأس المال الذي تستثمره، ولا ينبغي عليك استثمار أكثر ما يمكنك أن تتحمل خسارته. وإن شاء الله النهاردة هنقدم استراتيجية إن احنا نحافظ على رأس مالنا نكسب ما نخسرش، عن طريق تفعيل الحماية على رأس مالك. حتى لو المتداول هو اللي بيتداولك بيخسر، لو خسر جزء انت بتعتبر بتقفل معاه او بتغلق حسابك معاه. هنروح النهاردة او هنقسم الفيديو على جزئين. هيكون الفيديو الاول طريقة تسجيل وطريقة التوثيق، بعد كده ان شاء الله الفيديو الثاني هيكون ازاي ننسخ وازاي نفتح حساب استثماري. طريقة التسجيل في الشركة، لازم هنا الاسم الاول هتكون كاتب اسمين، يعني مثلا انا اسمي احمد محمد، يعني ولازم يكون اسمك اللي هو في البطاقة، خلاص احمد محمد علي محمد، تكتب هنا اسمين وهنا اسمين. بلد الإقامة مصر. الهاتف تحط رقم تليفونك اللي انت بتستخدمه. البريد الإلكتروني الحقيقي بتاعك. كلمة المرور بتاعتك، خلاص. هنا ارسال بن او بي اي ان، ده رقم سري. بعد ما تدخل ده كله تعمل ارسال، بيروح لك رسالة على الجيميل بتاعك، وبتدخل 4 ارقام. وبعد كده تعلم على هنا وتعمل سجل الان، وكتب لك الشركة اموالك معرضة للخطر. بعد ما تسجل خلاص كده احنا سجلنا، جات لنا الرمز البريدي، خلاص بنروح على تسجيل الدخول او نعمل سجل الان. انا عشان عندي حساب، انا عندي حسابين، انا عامل حساب ده عشان اعلمكم ازاي تسجلوا، ده حساب الاساسي، ده الحساب اللي احنا عشان ازاي نعرف نوثق. ده بقى يا جماعة لا موقع، لا هتصحى تلاقي الشركة الصبح قفلت او الشركة نصبت او الكلام ده. الشركة موجودة لكن الكلام كله بيكون في المتداول اللي انت بتنسخه. لازم تكون منقيه كويس جدا على حسب احصائياته ودرجة المخاطرة بتاعته والمؤشرات واقصى هبوط واقصى صعود، والكلام ده كله هنشوفه الفترة الجاية. زي ما انت شايف هنا بتروح على الموقع او الشركة، هنا بتلاقي 3 حسابات، حساب ميكرو، حساب ادفانتج، حساب ادفانتج بلس. ده ملناش دعوة بيه، احنا كل اللي احنا عاوزينه نسخ الصفقات. لكن قبل ما نروح لازم خطوة مهمة جدا جدا جدا، وهي لازم كله يوثق حسابه. هنا هتروح على الحالة هتلاقيها مش معتمد، هتحمل الوثائق. لازم تعمل تحميل للوثائق بتاعتك. هنا وثيقة الهوية. المفروض قبل هنا في حاجة اسمها، هيفتح لك حاجة اكمال معلومات عشان انا عملتها،
بتضغط عليها بيطلع لك الاسم، هتكتب بقى اسمك في البطاقة وكل حاجة ورقم تليفونك والجنس وكل حاجة. بعد كده هيجي لك كلمة تحميل الوثائق، فوثيقة الهوية هتضغط رفع، دي البطاقة الشخصية بتاعتك. هترفع هنا الصورة الأمامية تكون واضحة وواضحة بس مش أكتر، تكون واضحة وعلى قد البطاقة كده، وهنا الصورة الخلفية ظهر البطاقة بتاعتك، وتعمل رفع كده. يبقى أنت خلال هنا بيقول لك الأمثلة اهي، رخصة قيادة، هوية وطنية، جواز سفر، أي حاجة من دي تقدر تعمل بيهم توثيق. بعد كده إثبات محل الإقامة، إثبات محل الإقامة بتعمل هنا رفع، ده بيبقى عبارة عن فاتورة مرافق، كشف حساب بنكي، فاتورة مرافق 2 اللي هي غاز، كهرباء، مية، كشف حساب بنكي من غير أي ترجمة، بترفعه باللغة العربية خالص، بتعمل هنا وتيجي رافع إيصال الكهرباء وتعمل تصفح أو رفع وخلاص. وبيقول لك هنا لو أنت لو هي مش باسمك تقدر ترفع باسم مالك العقار، زوج، أب، يعني موفر لك كل حاجة. الشركة من مميزاتها هي سهولة التوثيق. لو انت هي الاتصال ده خاص بيك خلاص نعم، مش خاص بيك ممكن تحدده الاب، الام، الزوج، الزوجة، اللي انت عايزه. بعد كده بتعمل رفع، وفي خلال يوم او اتنين بيكون تم التوثيق. بعد التوثيق ان شاء الله او بعد ما تخلص توثيق ان شاء الله هنشرح ازاي تعمل ايداع وتعمل سحب، وكمان ازاي تفتح حساب استثماري، وكمان ازاي تنسخ بقى الصفقات وننسى موضوع المواقع، وازاي تحافظ على راس مالك، وازاي تعمل حماية لفلوسك عشان ما تخسرهاش كلها، لان وارد هنا الخسارة والمكسب. انا جربت مرتين، مرة خسرت راس المال كله ومرة كسبت ضعف راس المال، فالموضوع فيه مكسب وخسارة لكن ما فيهوش نصب. الموضوع مش هتلاقي الشركة قفلت، مش هتلاقي الموقع قفل، مش هتبقى عايش في قلق. استنوا ان شاء الله الفيديو التاني عن ازاي بقى ننسخ، وازاي نحط ونسحب ونعمل ايداع والمكسب والاحصائيات، وازاي نختار المتداول صح. ما تنساش لايك، سبسكرايب، كومنت، وان شاء الله بعد ما نخلص شركة الفوركس تايم هيكون معانا شركة اكسنس، وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق. ما تنسوش لايك، سبسكرايب، كومنت، وقول لنا رأيك وأي شركة الفترة الجاية ممكن أرشحها لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.